كلام جميل. نروح بقى بعد كده لخبر كمان عن الأهلي، وهو فوز فريق شباب 18 سنة نادي كرة السلة على الزمالك ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية. سيطر لاعبي الأهلي على مجريات اللعب، ده بفضل السرعة والتمركز الجيد، لتنتهي المباراة هنا بفوز الفريق بنتيجة 74 نقطة ل70. مبروك طبعا لفريق الأهلي.